يحملون الأزهر والشموع توافد سكان ميونخ للترحم على أرواح ضحايا إطلاق النار الذي وقع الجمعة قرب مركز تجاري، وراح ضحيته 9 قتلى وأصيب 35 آخرين، بعضهم جروحهم خطيرة. 7 من القتلى مراهقون وبينهم 3 أتراك و3 من كوسوفو وشخص يوناني بحسب سلطات هذه البلدان. جئت إلى هنا من أجل الناس الذين ماتوا أو من يتواجدون في المستشفى، لأن ما جرى يوم الجمعة كان ليصيب أي منا. أشعر بشيء غريب وبانعدام الأمن. إنها مشاعر غير معتادة بالنسبة لي، لأن ميونخ كانت آمنة جدا. سكان ميونخ رفعوا الصلوات خلال قداس الأحد في كاتدرائية المدينة ترحما على الضحايا. مع تقدم التحقيقات بدأت تتضح صورة المهاجم الذي قتل نفسه بعد الاعتداء، فقد كان يعاني من اكتئاب، وأظهرت عملية التفتيش في غرفته ولعه بأعمال القتل الجماعي.